نادي بالتهليل نجاح وفرحة صوت عالي نتيجة التنسيق فتحت الجواب حقيقي مش مصدق دخلت هندسة حياتي ليها مبدأ ملحقتش أفرح بيها من كتر التحضيرات سكاشن مذاكرة تعب محاضرات قالوا لازم تطبق قلت لهم ما افتكرش معادلاتهم غريبة حاجات ما تتوصفش طبق طبيق وطابق كده لازم أروح خلاص هيجلني نوني ما أنا لازم حريح ويوم التاني عدى بيقولوا حشلي مادة الترم خلاص بيخلص والمادة سهلة صعبة نتيجة أو مذاكرة عمالة بتطاردني نايم أو حتى صاحي الرعشة ماسكة جسمي أكيد دي ليها حل دلوقتي عرفتهم نفس الدفعة أكبر أصغر همي همهم لو كل واحد في الحياة عايز يظهر يصدق أرجوك يا أملي في الحياة إني أعرف أطبق أنا مش بتكلم في التعليم أنا بتكلم على مبدأ عشني إيه وعشني ليه أنا مش هم أطبق لو كل واحد في الحياة عايز يظهر يصدق أرجوك يا أملي في الحياة إني أعرف أطبق أنا مش بتكلم على التعليم أنا بتكلم على مبدأ عشني إيه وعشني ليه أنا مش هم أطبق يوم جميل يبتدي بالتطبيل نجاح وفرحة صوت عالي نتيجة الخريج صحاب متجمعين عشان نساعد بعض اتفقنا اجتمعنا خلاص ما بيننا وعد انا عايزك انت احسن انا عايز نفسي احسن انا عايز بكرة احسن انا عايز بلدي احسن حالي بدنيا تكون سعيدة افكار تكون جديدة عقول بقى مش مريضة نفسنا في التغيير عايز بايد اكون مزارع والحالة اكون مراجع والنفس ابويا وام اهلي بلدي ليها نافع شفتوني وانا بتمنى يا ريت تحققوا لي انا هعمل اللي عليا في دوري هكون بدولي لو كل واحد في الحياة عايز يوصل يصدق كان كل املي في الحياة اني اعرف اطبق انا بتكلم في كل حاجة اصل عندي مبدأ صح عرفت ليه صح وحعمل ايه ما انا عرفت اطبق لو كل واحد في الحياة عايز يوصل يصدق كان كل املي في الحياة اني اعرف اطبق انا مش بتكلم في التعليم انا بتكلم على مبدأ عشني ايه وعشني ليه انا مش هطبق لو كل واحد في الحياة عايز يوصل يصدق كان كل املي في الحياة اني اعرف اطبق انا مش بتكلم على التعليم انا بتكلم على مبدأ عشني ايه وعشني ليه انا مش هطبق